السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. النهاردة إن شاء الله عايزين نعمل قاعدة تدوير للبلوفر ده، أهو زي ما حضرتكم شايفين مقطع، مش هينفع يعني نديه لحد ومش هينفع يعني، فلازم نعمل له إيه؟ إعادة تدوير. شايفين في خيوط كمان طالعة منه، لما تطلعوا ملابس أو حاجة لازم تكون في أحسن حالة، يعني في أحسن حالاتها يعني. تمام. طيب اهو بالطباشيره كده، وهاخد هعمل ايس كاب عند مكان القطع، اهو ايس كاب ده طويل شويه علشان انا بحب اقلبه، هظبطه بس كده عشان متقلقوش من خياطة الأصواف. اهو هاخد الأكمام كده، خلاص هخيط الجزء ده بالشكل ده، وهاخد دوران الاكمام ده واتنيه علشان ما ينسلش مني. مش هبدأ خياطة من اول 4 سنتي، هبدأ خياطة من بعدها. وبرضو هقف عند نفس المكان اللي انا وقفت فيه، واجي اروح مخيطه الجزء ده كده على الناحيه التانية، على ناحيه الوش اهو. نفس الحكايه الناحيه التانية. انا عارفه ان الفيديو ده اتعمل كتير قوي، بس انا عندي بلوفر وحابه اعمله اعاده تدوير واصوره في قناتي، وكل واحد برضو ليه طريقته ولمسته. حضرتك ليكي لمستك في الحاجه اللي هتعمليها برضو، اهو لما بيجي يتلبس ويتني يكون شكله كده اهو بالشكل ده. تمام اهو، عشان يكون الشكل ده نضيف، عشان كده احنا مخيطناش لاخر الايس كاب. تمام. طيب تعالوا بقى للجوانتي، هنطبق بالشكل ده مرتين فوق بعض. اهو لو في فرو ممكن نحطه. تمام. طيب باجي كده في الحته دي كده واقفلها. رايح جاي كده عشان اثبت. عفوا. وبزين بالستراس. الستراس بيتخيط عادي على المكنه، مفيش اي مشكله. لو مش حابه تزيين وعايزاه بشكله مفيش اي مشكله برضو. اهو حطيت ورده من الكروشيه، زي ما حضراتكم شايفين اهو ده شكله. ممكن بقى تحطوا كورة من ورا تبقى نازلة كده بشكلها حلو زي ما انتوا حابين. الوردة برضو كروشيه اهي،
ممكن مش عايزه تحطي ورد خالص ولا اي تزيين، مفيش اي مشكله. الفكره بس ان ايه، استغل الحاجات اللي عندي اللي انا مش هينفع لا اديها لحد ولا ينفع اعمل بيها حاجه، فانا بستغلها بالشكل ده. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، بسيط وسهل. ما تنسوش تعملوا لايك وشير. بشكركم جدا جدا جدا، وما تنسوش يعملوا ايه، اللايك والاشتراك. شكرا، مع الف سلامه. مع السلامه.